مرحبا بكم. المتنورون أو الماسونية هي مصطلحات شائعة تشير إلى تنظيمات سرية تأسست في عام 1776 فيما يسمى آنذاك بعصر التنوير بولاية بافاريا في ألمانيا. تتسم تلك المنظمات بالغموض الشديد خاصة في شعائرهم، مما جعلها محط كثير من الأخبار حول حقيقة أهدافهم. يقول الكثير من المحللين أنها تسعى للسيطرة على العالم والتحكم به، ولكن كيف يحدث ذلك الأمر؟ وما هي أساليبهم في تحقيق تلك الأهداف؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه اليوم في هذا الفيديو من خلال أشهر مؤسسي تلك المنظمات السرية. تابعوا معنا الفيديو حتى النهاية، ولكن أولا مشاهدين الكرام ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا آدم وايس هاوبرت. هو الفيلسوف الألماني يوهان آدم وايس هاوبرت، وأستاذ القانون الكنسي في جامعة أنغالدا ومؤسس منظمة المتنورين. نتيجة إعجابه بالعلمانية التي كانت وصلت لأقصى تطوراتها بعد الثورة الفرنسية، والتي من المؤكد كان للمتنورين والعلمانيين دور أساسي بها، كان يعتقد أن العلمانية يمكنها مواجهة تأثير الدين على حياة الناس ولا بد من الحصول على الحرية. استغل يوهان ذلك النفوذ كونه قصا، فقام بحظر حركة اليسوعيين لإنشاء منظمته، وأيضا نتيجة حماسه الشديد لأفكار عصر التنوير مما جعلهم يطلقون عليه تابع المسيح الدجال. ومن ناحية أخرى تشكل هذه الحركة أيضا أساس انفجار الأخبار الكاذبة والمزيفة التي تغمر الآن وسائل التواصل الاجتماعي في وقتنا هذا. ثانيا كاري ويندل ثورنلي. هو كاتب من أصل أمريكي، في عام 1963 أصدر ويندل كتابا باسم برينسيبيا ديكارديا، والذي من خلاله اتضح أنه يريد عمدا خلق حالة من الفوضى، والسبب هو انتقاده أن العالم خاضع للتنظيم بشكل مفرط ومغلق للغاية. ومن ثم يتم كبح الفهم في هذا الكتاب باستخدام مفاهيم غير متوافقة تريد تغيير نظام العالم وإثارة الجدل وكذلك الفوضى. قام ويندل وصديقه روبرت أنتون ويلسون بإحياء مؤامرة المتنورين من خلال إصدار أخبار كاذبة عن منظمات سرية تريد السيطرة على العالم. يقدم النظام دائما أخبارا من وجهات نظر أخرى تجعل الناس مذهولين بالمؤامرة، والمثال على ذلك قضية إطلاق النار على الرئيس السابق لأمريكا جون إف كينيدي، وبعض القضايا الأخرى المتعلقة بالمشاهير والوسط الفني والصناعات الترفيهية. لذلك من الطبيعي أن يصبح المتنورون مخيفين جدا، لأنهم يستخدمون كل الوسائل لنصب الفخاخ كحقل للخداع ولخلق الشكوك والفوضى في الحاضر والمستقبل. ومن القضايا المشتبه بها الظهور المفاجئ لمرض كورونا وهلاك الملايين خلال أشهر قليلة، مما خلق مخاوف بشأن الفيروسات الاصطناعية واستخدامها كقوة ضغط مسيطرة على العالم، وذلك بامتلاك ورقة ضغط اللقاح المعالج من المرض أو بنفي شعوب وحضارات بنشر الفيروسات بها. وبالتالي يمكن أن يحدث هذا خسارة فادحة، لأن البيئة التي يمكن مهاجمتها بسهولة من قبل هذا المرض يمكن أن تسبب عدم توازن في النشاطات اليومية. وقد تظهر أيضا بعض من علامات التنوير من خلال الإعلانات أو شعارات الشركات والتصاميم، مما يجعلها أداة للعبث بالعقل الباطني للكثيرين من الناس، ومن ثم يتم تحريضهم بسهولة بشكل غير مرئي وغير مباشر على الفوضى والفساد. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.